يا باشا انا عملت زي ما سمير قال لي، ورجاله سليمان كلموني وقالوا ان سمير اتصاب. الحاجه اللي معاك عملت فيها ايه؟ في العربيه معايا. طب هات العربيه على الفيلا بسرعه ما تاخرش. وانا هتصرف، انا مالكش دعوه. يلا غور. تمام يا باشا. سعادة اللواء صباح الفل. أنا آسف لو كنت بكلمك في وقت مش مناسب. ما أنا عارف يا فندم، عشان كده اتجرأت وكلمت حضرتك. لا الحقيقة مش خير. حد من ولادك عمل معايا غلط كبير أوي. أنا ما رضيتش إن أنا أكبر الموضوع وأعمل استجواب لست الوزير في المجلس. قلت أكلم حضرتك ونحاول نلمها بشكل ودي. أنا أحكي لحضرتك. السلام عليكم. إزيك؟ إزيك يا أستاذ محمود؟ السلام عليكم. صباح الفل يا دكتورة. ازيك يا استاذ فريد؟ ازاي ابنك مين عامل ايه؟ خد الدواء الحمد لله بقى كويس؟ اه والله من ساعة ما خد اللبوس اللي انت كتبته له ده وبقى زي الفل، تسلم ايدك والله، حاجة تمام يعني. لبوس ايه يا راجل؟ ده استحلاب بيتاخد في البق يا ناس، استحلاب في البق يا دي الناس. مرحب برجوعك لينا، نورت الحارة يا ريما. ايوه. عبد الله على السلامة ابو خليل. الحمد لله على السلامة. ايه يا عبد المطلب؟ هو انا كنت جاي من ليبيا؟ دخلتك علينا الحرب الدنيا وما فيها. بقول لك ايه، المعلم عاوزك جوه. طيب يا سيدي ابقى عدى عليه بالليل يعني. لا ده حوار مهم وما يتاخرش. ما يتاخرش ليه؟ جاي له الطلق ومستني الحقنه. اخلص يا ابراهيم، المعلم مستنيك. ايه يا باشا الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني اللي سمعته يا سليم، والوزاره عندها خبر بالموضوع ده وعرفنا ان انت مطلوب في التفتيش ولازم تنزل مصر النهارده. تفتيش ايه ومصر ايه؟ كل ده عشان حته عيل زي ده؟ سيبك بقى يا سليم من فتحه صدرك دي، لأن الموضوع شكله كبير، ونصيحة من أخوك، حاول تكلم حد. أكلم حد؟ هو أنا لو لاقي حد كان زماني قاعد هنا. خلاص حاول ترتب كلامك أنت كده كويس وتلم الموضوع في التحقيق. هو الواد ده تعمله في إيه؟ مالكش دعوة بالواد. يعني إيه ماليش دعوة؟ مش أنا اللي جايبه؟ أه بس أنت مالكش دعوة من دلوقتي بالتحقيق ده، ويلا بقى اتكل على الله وربنا يسترها علينا وعليك. ماشي. أشرب الشاي يا إبراهيم. ولا تحب اقول لك يا دكتوره زي الناس ما بتقول لك؟ والله اللي تشوفها يا معلم. البهايم من كتر ما بيقولوا لك يا دكتور قربوا يصدقوا انك دكتور بحقيقي وحقيقي. ناس غلابه يا معلم. وحسيت ولا الغنى؟ هتدفع الفلوس اللي عليك امتى يا ابو خليل؟ ان شاء الله هدفع يا معلم. بس انت بس اصبر عليا اسبوعين ثلاثه وانا هسدد. وديتك بدل الفرصه 10. اعمل ايه بس يا معلم؟ انت عارف ان انا عندي عروسه بجهزها، والحاجه ام 3 جنيه بقت ب 80 جنيه، وانا مش عارف اعمل ايه والله يا معلم. الدنيا بتدربكه فوق دماغي من كل ناحيه. بس يعني طول ما انت عمال تشتري فاكهه لبناتك هتسد اللي عليك ازاي؟ يا معلم انت بصص ال 2 كيلو الفاكهه اللي بجيبهم للعيال دول، ولايه وغلابه وما لهمش حد في الدنيا غيري، ومش عايزهم يطلعوا محرومين. ربنا يخليهم لك يا ابو خليل، انا بس بنورك. هو حساب ابراهيم كام يا زلطه؟ 53,400، وبده يبقى 4 شاي. ايه ده يا معلم؟ 53,000 ليه؟ ده هم كلهم 33,000 جنيه. وعلى ما تيجي تسد هيوصلوا 55,000 جنيه وشويه. حرام عليك يا معلم، كل دي فوايد. انت بتخوني يا ابراهيم؟ كله بالدفتر، واسال زلطه، حد الله بيني وبين الحرام. حرام ايه بس يا معلم؟ بس ده كتير قوي. ما هو التأخير عليه فوايد. أنا لو بنك كان زماني دلوقتي حجزت عليك انت والبنات. انا عشان بنك حنين عندي حل. خير يا معلم قول. اديني بفلوسي بضاعه ونبقى خالصين. بضاعه؟ بضاعه ايه يا معلم؟ هو انا عندي بضاعه بتاجر فيها ولا حلت حاجه؟ اه حلتك. انت مش ماسك عهده المخدرات في المستشفى اللي انت شغال فيها؟ اديني بفلوسي بضاعه، شويه حقن مورفين على شويه ترامادول، تشكيله. استغفر الله العظيم من كل ذنب، اعوذ بالله من غضب الله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ده صح يا ابو خليل. وبعد ما تخلص الفلوس اللي عليك هشتري منك نقدي كاش، وهتبقى سبوبه ولقمه عيش ليك وللبنات. لقمه عيش بس ايه يا معلم؟ اكل بناتي حرام. حرام عليك يا معلم، دي بضاعه امانه عندي عشان ياخدوها المرضى والعيانين، مش علشان اديها لك تباع للمدمنين. لا يا معلم لا. وبعدين يعني الحكايه مش سهله كده يعني زي ما انت فاكر. ده فيها تحقيق ولازم اسلم الفارق، وفيها حكايه كبيره يعني. بص يا ابو خليل كل ده ماليش فيه، ده شغلك وانت تعرفه بمعرفتك.
هتخلصه بمعرفتك هتلاقي 100 حل. يومين تفكر وترد عليا وتقول لي بقى هتجيب الفلوس امتى، يا اما بقى تقول لي هتسلمني الحقن ازاي. الله يخرب بيوتكم. حبك التحشيش وانتوا داخلين على اللجنه يا بهايم. والله العظيم يا باشا عمرنا ما شفنا كمين في الحته دي. حصل خير. شوف حد من السواقين ياخد استاذ عاطف المحامي. يروحوا الصف يسالوا على سمير ويجيبوه، ولو محتاج دكتور يودوه لدكتور شوقي. هم هيسيبوه يا باشا؟ ومن امتى حد من الحكومه بيهوب ناحيه حد من رجالتي يا بجم؟ اعمل اللي بقولك عليه. وباخد بقيه اليوم اجازه. واضح ان انت اعصابك باظت. والله يا باشا ما عارف اتلم على جدتي من الصبح. يلا غور وبعدي عليا بكره. يا مزه ما تيجي شويه. طبعا يا فندم معاليك عارف كميه الضغوط اللي بتعرض لها، ومع ذلك انا مش ممكن اغير موقفي ابدا. الفاسد لازم افضل وراه لحد ما اكشف فساده وادفعه الثمن. تحت امر معاليك يا فندم نأجل الاستجواب لحد ما حضرتك ترجع لي. بس طبعا سيادتك لو لقينا حل ودي جميع الاطراف هتبقى مبسوطه. وبعدين يا سليم؟ يا عماد دي العربية كلها كانت معباها حشيش. وهي فين العربية دي؟ سعادتك عارف. عارف انها هربت. معنى كده ان مفيش قضية. وبعدين يا اخي انت راح تفتش عربية ليها حصانة من غير ما تأمن نفسك. ده كلام يا حضرة الضابط. يا باشا الطريق اللي كانوا جايين منه طريق بيت سليمان عرام. يعني أكيد جايين بمخدرات، وتميم أكيد بيتاجر في المخدرات وبيتحمى في موضوع المجلس ده. حتى لو. أنت ما عملتش شغلك مظبوط. وهم موقفهم القانوني سليم. وبعدين يا أخي أنت ساب الدنيا كلها وراح تضرب الحارس بتاع عضو البرلمان. الضرب ده بيسمع في كل حتة يا حضرة الضابط. أنت مش عارف اللي بيجرى حوالينا، الناس كلها حطانا في دماغهم. يا باشا أنا افتكرته هيطلع سلاح. افتكرته؟ الله. افتكرته. واحتمال وجايز إنه. أنت ظابط مباحث. تقديراتك لازم تبقى سليمة 100%، إحنا مش بنقرا الكف. عموماً أنا حاولت ألم الموضوع بأقل الخسائر. شغلك القديم والملف بتاعك بيشفع لك. أنا هكتفي بس بلفت النظر وتأخير الترقية ونقلك من مكانك. يا باشا ما ينفعش كده. بكرة الصبح تقدم إخلاء طرف، وبعد بكرة تستلم في اسم العمرانية. واحمد ربنا إن ما نقلتكش الصعيد. سيادة الوزير مش عايز حركة كتير. ظابط المباحث اللي هناك من حسن حظك عمل حادثة ومش هيرجع قبل 4 شهور. اتفضل يا أستاذ. مش عايز مشاغبة تاني. أوامر سعادتك. اتفضل. الظابط اللي خرشمك خد جزا. اتنقل. عشان تعرف إن أنا رجالتي محدش يقدر يقرب منهم. جيزه ده كان هيموتني يا باشا. يعني المفروض يتخرشم زي ما عمل معايا. انه يتنقل اهم عندي من انه يتخرشم يا حمار. لو كان قاعد مكانه كان قاعد يرزل علينا في الرايحه والجايه. وانت عارف ان ده طريقنا كل يوم. مظبوط كلام سعادتك يا باشا. على العموم هو اتنقل اسم العمرانيه. يا ريت ما نهوبش ناحيه الاسم ده عشان بس ما نتضربش تاني يعني. بس انا اتخذت على اخوانا يا باشا. اخوانا دي لما تاخد بوكس ولا اتنين مش يغمى عليك وتتخرشم وتروح في غيبوبه. جاتك نيله جايبك تحميني ولا عايز اللي يحميك؟ الحمد لله يا باشا. واسم العمرانيه مش بعيد. بس انا مش هسيب حقي حتى لو بعد 10 سنين. ولا مصيبه وراحت لحالها. ما تعرفش من الراجل ده تاني. خلصت؟ خلصت؟ خلصت يا باشا. أما إنك بني آدم غريب صحيح. حد يزعل إنه مش هيتشحطط وهيجي يقعد معانا هنا؟ شكله كده كان مبسوط وهو بعيد عننا يا ماما.
ده بس كنت انت كمان مش فاهمه حاجه. انت عارفه كويس ايه اللي مضايقني. النقل ده لو كان جه في ميعاده ومظبوط كنت مبسوط. بس ده جالي بجزء. بيعاقبوني عشان بشوف شغلي. بس شفته غلط. شفته غلط ازاي يعني؟ عشان مسكت لهم شويه عيال صيعه. حصل ايه بقى لما اتسرعت ومسكت شويه الصيع؟ العيال الصيع دول طلعوا وانت اللي اتاذيت. صح. عندك حق. كانش وقته خلص يا ماما الكلام ده. امال وقته امتى بقى؟ لما يخش السجن ولا يتاذي؟ بعد الشر يا ماما ما تقوليش كده. ده ابني الوحيد. انا ما حبيتش غيره في الدنيا. وبعدين بقى الحق ما يزعلش. ما انا طول عمري بشتغل. عمري ما غلطت مره واحده. ايوه ماما معلش، لما تكوني ناظره في مدرسه غير لما تكوني ضابط بوليس خالص. خدي دخلي له الطبق ده. بس اوعي تقولي له ان انا اللي عملته. يعني مش واضح. حاضر حاضر. يا معلم ما انا قلت لك اصبر عليا يومين لحد ما ادبر نفسي. ما انا مش فاضي، عندي فرح في طنطا. بعدين الموضوع مش محتاج تاخير. مش محتاج تاخير ازاي؟ دي جنايه. وصلات الامانه اللي عليك ما هي جنايه برضه يا ابو خليل. كده برضه يا معلم، هي دي اخره العشره والجيره؟ عايز تحبسني بوصلات الامانه اللي عندك؟ احبسك ازاي؟ تف من بقك الله عين. ده احنا جيران واخوات. وبعدين مش المعلم حسن الضبع اللي ياخد حقه عن طريق الحكومه. يا معلم انت مستسهل الموضوع خالص. دي عهدة يا معلم، عهدة بستلمها بتتسجل في دفاتر، واللي بيفيد منها واستخدمه برضه بيتسجل في دفاتر، مش سبهللة يعني. ما هو عشان مش سبهللة بندفع فيه شيء وشويات. طب والفوارخ؟ هرجعها لك أول ما أخد اللي جواها، ماشي يا عم؟ ما ينفعش يا معلم، ما ينفعش، أرجوك تفهم بس الحكاية، الفوارخ دي يا معلم اللي أنا بديه لأي مريض بيتسجل اسمه وبتتسلم الفوارخ برضه. طب خلاص، اسحبهم لي أنت في سرنجات. وخلي الفوارغ عندك. اظن كده بقى مالكش حجه بقى. بتلمي هدومك ورايح على فين يا سليم؟ انا كده هبدا اصدق بقى انك عايز تمشي وتسيب البيت. امشي اروح فين يا بنت انت هبله؟ رايح اخلي طرفي، لازم امشي دلوقتي عشان الحق ارجع بكره. طب هو انا ممكن اخد من وقتك دقيقتين؟ دقيقتين، ساعتين، يومين، اهري براحتك. يا بنت انت مفيش زيك في الدنيا دي كلها. يا حبيبي انت اللي مفيش زيك خالص. عايزك تتاكد ان انا وماما عارفين كده كويس قوي. احنا بس خايفين عليك. تخافوا على ايه؟ خلاص بقى اللي تخاف منه حصل خلاص، مفيش حاجه ممكن تحصل تاني. يا حبيبي النقل ده فرصه كويسه قوي عشان تقعد معايا هنا. انا خلاص هتجوز مش هتشوف وشي تاني خالص. لا يا اختي ما تلككيش بيا، اتجوزي انت وما تجيش دعوه. مع اني بصراحه بقى خطيبك ده معلش يعني هو كلح حبتين. هو من ناحيه كلح فهو كلح، بس اللي لقيته يعني. صدقني انا قعدت ادور كتير قوي عشان خاطر الاقي واحد حلو كده وقمر وبشنب. يا بنت اتعلمت الباكش ده فين؟ والله ما باكش يا سليم. لو سمحت ما تزعلش من ماما. انت عارف ان هي من زمان بتحب النظام وميري اكتر من الميري نفسه. معلش عايزه يومي برضو. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يا حبيبي. يا قصير انت. لا 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 الله. محمد رسول الله. سليم بيه، سليم بيه. والله هتقطع مين يا سليم بيه؟ أنا شهدت في التحقيق اللي حصل. رسال الله ودي حكمته. بقول لك يا عويس عايز منك خدمة. أمرني يا باشا. فاكر العيالين اللي شفتهم في الكمين؟ أيوة يا فندم. لو شفتهم هنا تاني أعرفك كانوا فين وبيعملوا إيه وبلغني. حاضر يا باشا، عينيا. امسك. الشنطة دي فيها بلوفرين على كام كوفية، الجو برد. لو سقعت ولا حد من عساك الساعات خليه يلبسه. تشكر يا ابن الرسول يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي جاب الدواء ده عندك في الأوضة؟ ايه ده؟ أنت بتفتشي في أوضتي ولا إيه؟ لا أنا ما كنتش بفتش في أوضتك. أنا كنت بوضب الأوضة ولقيته في الدرج. ماما أنا قريت نشرة الدواء ده. أنا عرفت إن هو دواء للقلب. أنت عيانة؟ لا يا بابا مش عيانة ولا حاجة، أنا تعبت شوية، رحت للدكتور كتب لي الدواء ده وباخده. وأنت إزاي تخبي علينا حاجة زي دي؟ والله لما يجي سليم هقول له بقى هو يتصرف معاكي. كرابت
انت بتهدديني باخوكي ولا ايه؟ اخوكي ده ظابط على نفسه. ما بهزرش على فكره. بس انا بقى بهزر. اوعي يا حبيبتي تجيبي لي سيره لما يجي عشان خاطري. لا يا ماما انا لازم اقول. ايه يا بنتي حبيبتي ما يبقاش مخك ناشف. انا ما صدقنا ربنا هداه وارتاح في شغله. بس ما ينفعش اخبي عليه حاجه زي دي. هيعمل لي ايه يعني؟ هو انا عيله صغيره عشان يعاقبني؟ عشان خاطري. عشان خاطر ماما. اوعي تجيبي سيره للواد ده لما يجي. هزعل منك بجد. خلاص حاضر اتفقنا. بس توعديني انك ما تخبيش عليا اي حاجه تخص صحتك، الا والله هقول لسليم على كل حاجه. يا جدع ما تبقاش مجنون. انت مين باشا قال لك تنسى الموضوع ده نهائي؟ يقول زي ما هو عاوز، لا هو اللي اتضرب ولا هو اللي ليه حق. ما هو جاب لك حقك يا سمير. لا وانت الصادق جاب حقه هو، يحمي بضاعته اللي رايحه جايه على الطريق، انما حق انا هعرف اجيبه. يا ابني اقل ده ظابط. والله لو كان وزير الداخليه ليا حق وهجيبه من حباب عينيه. صباح الخير يا سليم باشا، صباح الخير يا باشا. سلم. ايوه يا ابو صمد. الزبون نزل من بيته يعني. أنا كنت عارفة إن مقابلتك للي اسمه سليم ده مش هتعدي على خير، هو أنت مش هتبطلي الهبل اللي أنت فيه ده؟ ده مش هبل يا ماما. وبعدين أنا قلت لك إن أنا قابلته بالصدفة، ما لحقتش حتى أقف معاه، فيا ريت ما تكبريش الموضوع بقى. تعالي هنا كلميني، ما تسيبينيش كده وتمشي، الموضوع كبير لوحده يا حبيبتي، تقدري تقولي لي عملتي إيه مع ياسر؟ ما عملتش حاجة، رفضت بالذوق. رفضتي بالذوق؟ يا بنتي ده مديرك في الشغل ومستقبله كويس قوي، وبعدين شريكي. وهيسيبك تعملي كل اللي انت عايزاه. وانا مش هروح اتجوز ياسر لمجرد ان هو عايز يتجوزني وموافق ان انا اشتغل. الله العظيم انت مجنونه. يا بنتي. يا بنتي العمر بيجري وانت ما بقيتيش صغيره. كل شيء نصيب يا ماما. انا هتاخر على شغلي. عيني عليك يا بنتي. ربنا يهديك. انت ليه بس واخد موضوع النقل ده على انه جهاز سليم بيه؟ مش جهاز القيادات بتوعك شافوك انك وحش فقالوا نقلوك في حته تليق بيك. ربنا يخليك يا طارق بيه. انت اكيد عارف سمعه اداره الاسم عندنا، انت كلها لبش ومليانه مشاكل. عارف نزلت دلوقتي العيال المسجلين كلهم دلوقتي جابوا قرارك وعرفوا انك جيت. مش للدرجه دي يعني وما لحقوا. بص اي ضابط بيجي جديد هنا بيفضلوا وراه ويجيبوا قراره. وانت ما شاء الله سمعتك سباك، زمانهم عاملين لك الف حساب من قبل ما يشوفوك حتى. سعادتك ما انت عارف بقى الصيت ولا الغنى. لا اسمع مني بس، هما مش هيعدوا المساله كده، هيحاولوا ينكشوك ويجربوك ويشوفوا ميتك ايه. بس هي ديتها بس لما تعمل نمره تعلم عليهم، بعد كده كل حاجه تمشي تمام. ربنا يسهلها. وعلى فكره ان لا في بهوات ولا بشوات نخاف منهم، يعني اللي اتعامل معاك في الصف عمره ما هيحصل هنا. ربنا يسترها. تعالى يا زناتي. صباح الفل يا باشا مصر. صباح الخير. زناتي بقى اقدم امين شرطه عندنا هنا في القسم. تقدر تقول عليه اقدم واحد في القسم كله، يمكن يكون اقدم من الباشا المامور نفسه. واد جدع ورجوله، بنعتمد عليه كتير في شغلنا. ربنا يعز سعادتك يا طارق باشا. سليم بيه معاون المباحث الجديد. عايزك تفضل معاه النهارده تمامك اوامره بالحرف. ها؟ نورت اسم العمرانيه يا باشا. تعيش يا زناتي. على فكره زناتي كمان من سكان المنطقه، يعني تلاقيه عارف كل الناس وكل الناس عارفاه، فبيسهلنا شغلنا كويس. بس اكيد الموضوع ده عامل لك مشاكل يا زناتي مش كده؟ اعوذ بالله يا باشا، مشاكل ليه بس؟ يعني تلاقي كلهم حبايبك بقى وقرايبك اللي عايز خدمه من هنا ومن هنا، وانت طبعا بتحب تراضي كل الناس. لا مؤاخذه يا باشا ما فيهاش مرضيه، انا اللي يمشي عدل اشيله على راسي، انما اللي يغلط لا عندي لا حقوق ولا جيره ولا اي حاجه. طب يلا زناتي مع سليم بيوري له مكتبه الجديد، والنهارده انت تمامك معاه، انت النهارده راحه من الشغل. أوامره تتنفذ. أوامر يا باشا. يلا. اتفضل يا سليم باشا. عريسك يا باشا. اتفضل يا باشا. ربنا يستر. نورت الاسم يا باشا مصر. وسيد سعادتك واصل من قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا زناتي.
اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك يا باشا. نورت يا باشا. انا مش عايز سعادتك تشيل اهم اي حاجه طول ما انا موجود يا باشا. يعني هتعرف دبه النمله في الدايره من قبل ما تحصل. كان سعادتك موجود في الشارع ليل نهار. لو انا مش قاعد على المكتب عطله يا زناتي، انا بحب اشوف شغلي بنفسي وانت هنا عشان تساعدني زي ما انت قلت. العفو يا باشا مصر. اوامر. بس لما قصدي يا باشا الشغل هنا غير. ومنطقتي كلها لبش وهرش وانا اضرب بيها. وانا ظابط مباحث مش مدرب بالي يا زناتي. واكيد انت سمعت عني زي ما بتقول، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا باشا. ماشي يا زناتي، هات لي بقى القواضي المتعلقه والمحاضر اللي ما اتعملش فيها حاجه عشان نبص عليها. اوامر يا باشا مصر. بكره الصبح ان شاء الله تكون قدام دلوقتي يا زناتي. اوامر يا باشا. تمرني بحاجه تانية يا سعادتك. اوامر يا باشا مصر. لو لي يا زناتي صحيح. تحت امر سعادتك يا باشا. هو انت اسمك زناتي ايه؟ اسمك الثلاثي يعني؟ اسمه الثلاثي؟ لما مؤاخذه يا باشا تطلع لي باسبور ولا ايه؟ عشان لو حبيت تسافر قريب. ممكن برضه سعادتك. زناتي السيد زينهم يا باشا. زناتي السيد زينهم ها؟ زينهم يا باشا. تمام اتفضل. اي امر يا باشا مصر. اقفل الباب وراك. امر يا باشا مصر. الو يا ابو الانوار. صباح الفل. ازيك يا باشا؟ اخبارك يا باشا؟ لا عديت عليكم في التفتيش امبارح عشان اطمن عليك ما لقيتكش. لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه كده، كنت عايزك في خدمه صغيره. لا ده امين شرطه كده اسمه زناتي السيد زينب.